بكم، اهلا وسهلا بكم، مرحبا بكم معنا. السلام عليكم خويا يوسف. شي زين على راسك. اهلا وسهلا، كي داير خويا يوسف؟ لاباس الحمد لله. لاباس عليك الحمد لله. خبرنا بزاف. غبوره شادي غبوره. هذا اقسم الله صراحه ما صورناهاش هذه شهرين واقيله. اكثر يعني ست شهور كاع. صراحه ولكن كاين مفاجاه، كاين جديد في الاشغال صراحه، لانني تفاجات بزاف اخويا يوسف بالاشغال في المصلات. العمر تبارك الله طلعوا كاملين، يعني الشطر الثالث ما شاء الله كاين تقدم الاشغال في الشطر الثالث. الناس اللي كيسولوني على الاشغال في المصلات في الشطر الثالث، اليوم في هذا الفيديو هذه غتشوفوا ان شاء الله الجديد الشطر ديالكم الشطر الثالث، وكاين المفاجاه اللي غادي يوريها لنا يوسف ديال الشطر جزء اخر اللي باقي ما طلقناش كاع، وان شاء الله غادي نطلقوها ان شاء الله الشهر الجاي اخويا. الشهر الجاي ان شاء الله نطلقوا البيع ديالها ان شاء الله. ان شاء الله وغتعطينا معلومات اخويا يوسف على هذا الطرونش هذه اللي قلتوا غادي تطلقوا البيع ديالها، واش فيها الدعم المساحات وبزاف ديال الحوايج باش الناس عاوتاني تكون عندهم المعلومات. مرحبا على راسك. صافي يلا دابا ندوروا الكاميرا نشوفوا الشطر الثالث اللي كيسولوا عليه بزاف الناس، شوفوا الجديد ديال الاشغال وهانتوما معنا. صافي هو الشطر الثالث اخويا يوسف، شوفوا تبارك الله العمارات بداو كيبانوا، شوفوا تبارك الله الاشغال ديال الشطر الثالث الاخ بلس 2 3 4 4. الاخ بلس 4 فيهم السنسور اخويا يوسف مزيان، وهادو مويان ستوندين كلشي بالسنسور. مويان ستوندين كلشي بالسنسور مزيان. الاقتصادي ديالنا تنخدموه بالسنسور مزيان. اش راه تشوفي بوقنا هاد اللي عندنا؟ صح صح باب البحرين. والمهم هذا هو هادو هما العمارات ديال الطرونش الثالثه في حدائق تماره. صراحه الاشغال متقدمه بزاف، يعني ما كاينش هنايا لي كوميرس في هاد الجهه هادي اخويا يوسف. كاين واحد هنايا والجهه كامله من الصف الشارع الكبير هو اللي تنخدموا معاه الكوميرس، اما في الشوارع هكا هذا الشارع ديال 15 تنخدموا كاملين ديور باش ما تيكون الصداع في وسط العمارات، الشارع الكبير تيكونوا فيه لي كوميرس. صح مزيان. هاد الشارع اللي هذا اللي هذا الشطر الثاني ياك اخويا يوسف؟ هذا الشطر الثاني. الشطر الثاني راه اللي غتكون كله ساكن تما كما تشوفي، راه تما في الزنقه كامله راه كاين لي كوميرس تيجيو في الزنقه، راه تيكونوا كامل شي شويه تنديرهم ديور باش تيكون الدار مكلتش تكون لا غيدي نخرجو كامل. صح ايوا ان شاء الله ندخلوا لداخل اخويا يوسف نشوفوا شي جوله، وهذه هي الطرونش ان شاء الله اللي غادي يبداو البيع ديالها، مازال غادي يمشيو ليها ان شاء الله. طلعات وتا هي اون كور فينيسيون راه غير خدامين راه دار فيها القبص. اذا هذا هو لافونتاج، يعني الناس ملي غادي يشريو في هذا الطرونش هادي نفس ليبرازون نفس ليبرازون تكون واجده ان شاء الله العام الجاي خيره. اذا الناس اللي غادي يشريو ان شاء الله في هاد لاطرونش هادي راه تبنات راه كيتبنى غادي يشوفوها عندنا. سمح لي اختي زينه قطعتك. اخويا يوسف قول لنا راه غادي يدخلوا يشوفوا الدار هي الاولى، ما بقيناش نبيعوا في البلان ندخلهم يشوفوا الدار عاد ديك الساعه. واحسن حاجه درتوها الصراحه حيت كاين الناس اللي ما تيفهموش بزاف يعني في الصاله في البلان حتى كيشوفوها بحال هكا، يعني غادي يجيو دابا يشوفوا لابارتمون ديالهم هكا وباقيه كحله مزيان، ولكن راه تتبان الدار من تدخل. طبيعي الحال كتبان في الصاله، كيبانوا الشراجم، كيبان واش فيها الباكون. ديجا درنا فيهم القبص دابا مزيانه والله الا مخيره. دابا نشوفوهم اخويا يوسف صافي نشوفوهم هاد الطروشه ديال اللي غادي يبداو ان شاء الله فيها البيع في التماره، يعني فيهم الدعم اخويا يوسف. كلشي فيه الدعم كلشي فيه الدعم. غادي نمشي ديما تندخلوا الجديد ما احسن ياك. دابا كاين واحد الفرنسا عندنا في الجليش نجيبوا ما احسن في كاليتي ديال الجليش، تندخلوا ديما تنشوفوا الجديد ديما كاين ما احسن ما احسن مزيان. نتوما غادي الحمد لله يعني الى من الاحسن الى الاحسن ان شاء الله يا ربي. وحتى الا كانت عندنا شي حاجه مثلا هكا في الطرونش الاولى ولا الطرونش الثانيه كتصلحوها ان شاء الله باش ما تعاودوش يعني نفس الخطا. نعرفوا لي ديفو لي طرا فوالا باش نعاودوا نصلحوا كلشي. اذا هاد الطرونش هادي غادي تكون استفدتوا من الاخطاء. هشام هشام كنقول لك هشام مرحبا يوسف ان شاء الله ما يكون غير ان شاء الله ما يكون فيها حتى شي مشكل مزيان 100%. ان شاء الله يا ربي كنتمناو ان شاء الله الخير. اذا غادي ندخلوا دابا ان شاء الله لداخل نشوفوا الهي يلا اخويا يوسف نشوفوا الجديد ديال حدائق تماره. صراحه ما كنجيش لها بزاف ولكن ملي كنجي كنلقى الجديد اخويا يوسف والله العظيم ما شاء الله تبارك الله. راه العمارات طلعوا شوفوا عفاكم، شوفوا لي تيراس، شوفوا لي بالكون، شوفوا الشراجم ديال ديما على لي تيراس كبار فوالا. الناس لا بيبار دابا ولاو تيبغيو لي تيراس ديالهم. بصح بحال هادي راه فيها التيراس كبير هادي. لا ما كاينش شي دار ما فيهاش تيراس. هادي غتكون واقيلا هادي فيها تيراس تتسال شي ابل قلت لك هادي واقيلا غادي يخرجوا لها من لا كويزين. هنا كاين شي تراس بيناتهم ياك شومبر كويزين هادو تبارك الله زوينين هادو ما شاء الله. ايوا ندخلوا لداخل دابا نشوفوا ان شاء الله شي فين وصلتوا لداخل. عينا من برا
فيما كنجي كنوقف غير هنايا خويا يوسف. دابا غادي ندخل ان شاء الله لداخل نشوف الجديد بطبيعه الحال. بان لي القبص ها هو كديروه ولي زونطخي عرفتي تبارك الله كتلعبوا بزاف على لي زونطخي خويا يوسف. هادشي هذيك ما كديروش داكشي زعما ما كديروش داكشي صغير ولا هذا. والله العظيم عرفتي كيعجبوني دوك لي زونطخي اللي كيكونوا ديال العمارات هكا كتكون فيهم المرايا كتكون فيهم ملكي يعني كتدخل للدار كتحس براسك دخلتي عماره مزيانه. ايوا هادشي اللي كان ما نشوفوش ريد شوسي ما كاين والو عادي ما يبانلكش مزيان ياك نطلعوا للفوق نطلعوا للبروميير ايطاج ولا نديرو البروميير ايطاج يلا هنايا دابا في البروميير ايطاج ديال اي عماره هادي يوسف هادي العماره 73 73 في لا ترونش 3 حدائق تمارا تبارك الله. شوفوا لي زابارتمون شحال من شحال من ابارتمون في هاد ايطاج هاد فيها اربعه اربعه يعني غير اربعه ديال لي زابارتمون مزيانه ها هو كاين اللي فيهم ثلاثه ثانيه هانتوما دابا كاينين كما قلتي لي اخويا يوسف اربعه ديال لي زابارتمون في هاد ايطاج هذا كل ايطاج كتلقى فيه فقط اربعه ديال لي زابارتمون. ندخلوا لهادي ما شاء الله شوفوا تبارك الله هادي هي الصاله اللي كيحماقوا عليها الناس ديال المراه ياك كتجي في الصاله زوينه شتو هادي لا كويزين صالون كبير شتي انت انا يمكن لك ديري سيجور عاوتاني الا طاشي هنايا حيت كبير الصالون ما شاء الله شتي خويا يوسف راه تبارك الله صالون كبير ما شاء الله. ها انتم دابا درتو الزليج يعني القص يعني الواحد يسكن ما يحتاجش يدير حتى شي حاجه صافي حوايجه فقط والله العظيم. وهادو دابا فيهم صراحه الشمس يعني كلهم مهويين مضويين شتو تبارك الله شراج كبار درتو شراج كبار درتو على شراج كبار باش يدخل الضوء كشا ياك فهاد لاطونش كان ان شاء الله كلهم شراج كبار مزيانه. هادي لا كويزين تا هي درتوها كبيره فهمتو يعني كان كاينه المساحه في لا كويزين. شوفي هنا غادي هي لانستالاسيون ديال الماء الا شتي غادي صافي تفينا في لانستالاسيون ديال الماء ديالنا ديال الكوزينه ضروري. دابا هاد المرحله نورمالمون تكون داكشي ديال لانستالاسيون داز يعني ملي وصلتو للمرحله ديال التسليج والمرحله ديال هذا راه دونك كلشي داز. هادي هي لا كويزين شتو غتكون ايكيب يا خويا يوسف ياك تكون فيها ان شاء الله الشقه النموذجيه باش يعاودوا الناس يتذكروا ان شاء الله الشقه النموذجيه ديال حدائق تمارا. وهذا هو هذه هي لا بيوندغي كبيره خويا يوسف راه كبيره لا بيوندغي ديال هاد لي سابارتمون هادو والله العظيم. هذه هي الطرونش اللي قلنا غادي يبداو ان شاء الله البيع ديالها قريبا حتىش بالضبط ما عرفتيش بالضبط نقولوا ان شاء الله شهر جاي شهر جاي شهر 10 شهر 10 ان شاء الله. ايوا ان شاء الله المهم هذه هي لا بارتمون قلنا هذا بارتمون ان شاء الله يقدر يكون شهر شهر جاي ان شاء الله تقدر تكون اما في الوسط ولا في الاخر ديالها ياك حتى تعلمنا خويا يوسف ضروري باش الا سولني شي حد نجاوب ان شاء الله. المهم هذه هي لا بارتمون شحال من مره ديال هذه العماره قلنا هذه المره 73 تبعت هاد لابارتمون ولا مازال تبعت شتي دار مولا صراحة بزاف الناس تواصلوا معايا قالوا لي راه خدينا في الشطر الثالث بطبيعة الحال وكيسولوني على الجديد صور لينا فين وصلت الأشغال. وها هي لا شومبغ درتو فيها الزليج إيفي باركي فوالا تبارك الله. إيوا هادي لا شومبغ الثانية هادي لا سويت بارونتال اللي تيكون فيها الحمام ديالها أها كاين الحمام هو هذا تيكون حمام الفلوس ديالها أه. حمام تبارك الله كبير فوالا كيكون فيها البلاكار شتو مزيانه. شنو اخرى خويا يوسف اجي نشوفو عاوتاني شي دار اخرى باش في صاله اخرى في صاله عاوتاني نشوفو الناس في صاله اخرى ياك ان شاء الله. ها هي الصاله الثانيه مثلا في هاد العماره هادي شتو هنايا كندخلو على اليسار كنلقاو اولا على اليمين كاين الصالون شتو ها هو الصالون ديالها علاش كنطلو هادي عندها لو فاصاد اللي تطلع على الجريده هادي لو فاصاد عندها اييه هادي تطلع على الجريده من لهنايا كما تشوفي وديما اللي تطلع على الجريده هادي لافونتاج ديالنا اللي تنخدمو عليهم ديما عندك كنز مع الخدمه بينك وبين الجهه الاخرى العمود الاخر باش ما تيكونش الفيزا اللي قريب داكوغ دابا ما كتكونش ديك داكشي كطلو كيبان ليك جارك هادشي اللي كتكون يعني ديك المسافه بين العمارة وعمارة هكا كتعطي لي سباس. ايوا هادشي اللي كاين هنايا شومبغ فيهم دو شومبغ كاملين اخويا يوسف لا كاين تخوا شومبغ كاين على حسب لا سوبيرفيسي عندنا ياك مزيانة كاين ديال دو شومبغ كاين تخوا شومبغ وهادي لا شومبغ
فيها بلاكار، هذه شومبر فيها بلاكار ماشي ديال لي بارون؟ لا هذه ديال الدراري الصغار. مزيان. وكاين هنا حمام ديال لي زانفيتي كيما شتي، هذا الحمام راه ديجا حتى هو راه درنا ليه جليج ماشي بحال الاخر، هذا راه دخل تقاد فيه جليج، خلي شوف فيه باش يبان لك. هو هذا مزيان يعني تبارك الله راكم غاديين، شوفوا تبارك الله اللي تبارك الله تتكون بحال هكا. جبدني هاد الشوفه هادي اللي كتشوف فيها الكوزينه ولا شومبر، يعني تبارك الله عطات واحد ليسباس كبير ما شاء الله. ما تقولش واش كوزينه؟ انا كوزينه جات كبار والله العظيم، هادي تبارك الله شومبر كبيره هنا، تصلى سويت بالبالكون ديالها. ايه كبير. ها هي ها الدوش ديالها، كندخلوا على الدوش وعاد غنلقاونا بيان سيغ البلاكار ديالها. شتي ها هو البلاكار، وهنايا التراس شتو كبير ما شاء الله التراس، والتراس يعني ها نتوما فيه ديال يعني مشترك بين الكوزينه ولا شومبر. شتو ها التراس هذا نقدروا ندخلوا من هنايا ولا كوزين فوالا، وهنايا لا شومبر. درجة التراس مشترك يعني بين الكوزينه ولا شومبر، وكبير تبارك الله الكوزينه خويا يوسف. لا صراحة هي مزيان، الله يسخر الله تبارك الله. هادشي كيف فرح، نشوفوا شي ابارتمون واحد اخرى خويا يوسف. هاديك اللي اونفاس اها كاينه، واخا كاينه في هاد الطاج. لا في هاد الطاج ما كايناش، نوريو لك في عمارة اخرى. يلاه نمشيو ان شاء الله نشوفوا عمارة اخرى، ونشوفوا ان شاء الله ابارتمونات وحدين اخرين ان شاء الله مع يوسف دائما. يلاه ندخلوا ان شاء الله للعمارة، سميت هاد العمارة هي عمارة 160، هادي عمارة 160 غادي ندخلو نشوفو فيها لي زابارتمون، فيهم 3 شومبر. كاينين 3 شومبر. صالة خضرا حرا جديدة، ومنها نشوفو في صالة خضرا جديدة، ومنها نشوفو هاد العمارة هادي الناس لي شادين فيها إن شاء الله، ياك أخويا يوسف؟ يلاه، هاكا شوفو هاد في صالة هادي ديال هاد لابارتمون، العمارة قديش شحال المرة ديالها أخويا يوسف؟ 68، شحال فيها السيرفاس؟ هادي فيها 101. تبارك الله كبيرة. باينه تبارك الله ما شاء الله كبيره، فيها صالون، فيها صالون، فيها كوزينه هنايا، لا كوزين فوالا، اتساع هنايا تبارك الله، كاين سجود كبير، سجود كبير ما شاء الله. وقلتي فيها 3 شومبر، عندك هنا لاسويت بارونتال هي هادي، الحمام ديالها ها هو الحمام، ها هو ها هي لا شومبر بطبيعة الحال، وغنلقاو البلاكار ديالها بطبيعة الحال هنايا. هنايا باقي هنايا الاشغال مازال ما كاين، ماشي مشكل يعني الواحد يشوف في الصاله يشوف وين وصلتو. هنا كاين الحمام ديال الزوجتين، هذا الحمام ديال الضياف هو هذا، جانايا اونفاس مع الصالون مزيان. هنا باقي هذا شومبر اخرين، هادو هما لي دو شومبر اللي كاينين، كلهم وقع فيهم بلاكار ولا لا؟ واحد مجهد، هادي فيها بلاكار، هادي ما فيهاش البلاكار ولكن فيها تراس، فيها تراس كبير التراس اللي درتو لهادي خويا اخويا يوسف. شوفوا تبارك الله التراس ما شاء الله كبير، كتخرج بحال هكا كتشوف كطل بحال هكا، الجو زوين عندكم هنايا خويا تمارا وقيلا ما عجبكش نتايا قلتي زوين. لا قلك لا زوين انا بعدا عجبني اليوم الجو، مات بين بحال جاني بحال داك شويه الصهد وشويه ديال وشويه برد، داك الشيء علاش جاني بالشكل. ايوا المهم هذه هي لابارتمون، صالة واحدة أخرى تبارك الله، هذه دو شومبر صالون، هذه فيها غير دو شومبر صالون ما شاء الله زوينة، عرفتي تبارك الله زوينة هذه الصالة، تيقول لي كتبقاي تقولها غير ما شاء الله زوينة تبارك الله، ما عرفتش شنو نقول، غير اللي كتشوف شي حاجة زوينة شنو خصك تقولها خويا يوسف؟ تبارك الله يا سلام. شوفوا هذا الحيط هذا إلا تصباغ وتصايب ياك باقي تشوفي معايا ان شاء الله، هادشي مقاد تشوفي الفرق كبير ياك ان شاء الله، بحال شقه نموذجيه تماما واحسن. شتي ايوا شتي تبارك الله، هذا هو الصالون، هذا هو الشارع، هادو هما لي طخونش لي ديجا يعني واجدين وساكنين فيهم الناس. ها تما قالت تما كتسناني فاطمه، ها تما تما خلي الطومبي كتسناني فاطمه. ايوا تبارك الله عليكم والله الا صراحه هادشي زوين بزاف. هنايا غادي ندخلوا غنلقاو لا كويزين بلا بيوندري ديالها، شوفوا تبارك الله هي هادي كوزينه كبيره، لا شومبر غادي فيها غير دو شومبر اخويا يوسف، دو شومبر فوالا، دو شومبر اي صالون، هادي شومبر فيها البلاكار ديالها بطبيعه الحال، هو هذا
هذه شومبر الثانيه حتى هي فيها الحمام بيناتهم، بين هاد الشومبر ولا الشومبر الاخرى، والبلاكار حتى هي فيها البلاكار ديالها. هذا الشاجون طبيعه الحال، هذا القبص ها هما راه خدامين دابا في الاشغال ديال القبص، يعني هاد العماره هذه خدامين فيها وقيله في القبص ساليته الزليج اللي مازال. ولكن شوف اخويا يوسف راه كتخدموا ديك الخدمه نقيه صراحه، هي كديروا لا طونشيتي هنايا في لي سال دو جون. شوف راه الزفت راه دايز بارطو، شتي يعني راه ماشي كيجيو الناس وكيخدموا، راه تبارك الله كيسابوا داك الشيء كيديروا الزفت باش يتفاداو داك المشاكل ديال ياك تسربات ديال الماء. يا صافي صراحه درتو يعني القبص سامبل زوين اه زوينه. هادشي اللي كاين، غتورينا شي حاجه اخرى يوسف؟ الطاج ديال العماره 68 هي هادي. كاينين دوز ابارتمون هنايا، كاينه وحده هنا وحده هنا، اربعه ديال ابارتمون في هاد العماره 68. غادي ندخلو لهادي نشوفو الصاله ديالها كي دايره. حتى هي فيها 3 شومبر، هاد الصاله ديالها مبدله على هادي اللي شفنا فوالا، ولكن حتى هي فيها 3 شومبر كما قلتي وصاله. حنا ملي كنقولو 3 شومبر ديما وعاد صالون هو هذا القبص حتى هو تبارك الله راه ساليتوه ما شاء الله. المهم هذا هو الصالون، هنايا لي شومبر طبيعة الحال. هاد الكولوار هنايا كيعطينا لا كوزين، اول حاجه ديما الكوزينه حدا الصالون هي هادي بلا بيوندغي ديالها. عاد كنشوفو لي شومبر، لي شومبر ديال هنايا كبار خويا يوسف، هنا كبار الدار فيها 100 متر تبارك الله، داكشي علاش بان لي شومبر كبار يعني كبار تبارك الله. لي شومبر هنايا الحمام ديال لي زانفيتي، هادي ديال لي زانفيتي، وهادي لا شومبر، لا شومبر كاين بلاكار، ها هو كاين فيها بلاكار فوالا، ها هو الحيط ديالهم بلاكار هو هذا. وهادي لا سويت بارونتاج اللي فيها واحد لافونتاج زوين اللي فيها دريسينغ اللي اول مره كنديرها ياك. تبارك الله الا دخلت ها انتم كتدخلوا كتلقاو الدريسينغ على اليمين هو هذا لاول مره كنشوفوا هذه. اه والله الا اول مره كديروا الدريسينغ اخويا اللي جا زوين بزاف انا ما شاء الله، ربما حيت هنا كاين اتساع. شتي تبارك الله شتي لا شومبر كبير يعني كاين اتساع باش يدار دريسينغ، كتبقى لا شومبر حتى هي ما شاء الله. ها هي بالقبص ديالها كبيره، زوين هاد الدريسينغ هذا خويا صراحه. اللي درنا هنا في ديزابارتمون يعني غير شي وحدين اللي درتو فيه كبار كبار بحال هكا فايتين 100 متر مثلا، 100 متر باش يكون فيهم مزيان ايوا ما شاء الله. وهنايا التواليت ولا الحمام ديال ديال لا شومبر وصافي. هادشي اللي كاين المهم هكا غير باش تشوفوا يعني انه كاين بزاف ديال لوشوا يعني الاختلاف في الفصالات، حدا كتنسيك في الاخرى وعاد ما يتسالاو ان شاء الله ما يتصبغو ملي هذا راه غيبان حتى هي احسن. صافي اخويا يوسف شنو غنمشيو نشوفو دابا؟ شوفو من جهه فرنسا الفيديو من بعيد ياك، ونهضرو عاوتاني على غير باش ما نساوش القضيه ديال لا طونش اللي غادي تبداو البيع ديالها هي اللي غنمشيو ليها. صافي صافي ما فهمت عندك راه انتردي تما لا طاح عليك شي حاجه. الا مشيو طاح عليك شي حاجه صافي، اما سيري شوفي بجوج كما كتشوفي حتى هي راه تفصلات راه كلها طالعه، عندنا لي مغازا عندنا كلشي عندنا الديور هنا واجدين ان شاء الله. راه غتبداو ان شاء الله البيع ديالها ان شاء الله كما قلتي في الشهر الجاي، الاول ديال الشهر الجاي او لا في النص ديالو ان شاء الله. ملي غادي تبداو ان شاء الله غتعاود تقولها لي، غادي تعاود تقولها لي ان شاء الله باش نقولوها للناس ان شاء الله. هاد لا طرونش هادي خويا يوسف وقتاش التسليم ديالها؟ القد قد يعني التسليم ديالها بحال بحال هذه اللي ديجا مصايبه هي هذه، غتكون ان شاء الله التسليم ديالها ان شاء الله وقتاش 2025 الاخر ديال 2025 لا لا شهر 6 ولا شهر 7 ان شاء الله اللي فري ان شاء الله مزيانه ان شاء الله يا ربي. المهم كما قلت لكم يعني هاد الطرونش هذه حتى هي راه غادي يبداو ان شاء الله فيها البيع. المساحات بين قلتي لي بين 60 متر حتى 100 وزياده، بين 60 و 100 وشي حاجه 120 تقريبا فوالا، وفيهم الدعم وفيهم الدعم بيان سي ان شاء الله يا ربي. وهذوك ديال اللي فيهم 60 حيت كيبغيوهم الناس بزاف كاينين خصهم يجيو في الاول يعني غير يتلقوا ان شاء الله البيع ديال هاد لاطرونش هادي. الناس اللي مهتمين يجيو لمكتب البيع بطبيعه الحال يسولوا على يوسف. مرحبا بهم وما يكون غير خير ان شاء الله على راسي وعينيك. الله يسخر هاد لاطرونش هادي راه اون فاس مع لاطرونش اللي ديجا ساكنين فيها الناس، مبنيه فيها كلشي بطبيعه الحال. وهذه هي الاجواء هنايا ديال المشروع ديال حدائق تماره
تبارك الله هذا الخونش هذه غاده مزيان الحمد لله. حتى هذه ان شاء الله تجي عندي واحد الشهر ما تعرفيهاش بصح. ونشوفوا دابا الشقه النموذجيه وعطينا فونطاج ديال هذه، الناس غادي يجيو يشوفوا لابارتمون عادي يشريوها، ما بقاش داكشي ديال البلان. لا ما بقاش البلان، انا تجي تدخل الدار تشوفها مفصله كلشي ناضي عاد ديك الساعه تعجبك تتوكل على الله. صح مزيان احسن حاجه. ايوا هادشي اللي كاين الله يسخر. مرحبا اختي. معلومات على لا ترونش اللي غادي تبداو ان شاء الله البيع ديالها ان شاء الله كما قلت لي في الاول الشهر او لا في الوسط بطبيعه الحال. المهم الشهر الجاي ان شاء الله يكون ان شاء الله ان شاء الله. وشفنا معك بطبيعه الحال الاشغال. مرحبا اختي زينب. لي ترونش بجوج دابا راه شفنا كلشي الحدائق. المهم الحدائق تما عاوتاني بزاف باش جيت شوفي عاوتاني ان شاء الله. والله الا ندير غير واحد شويه عاوتاني ان شاء الله باش نجيو ان شاء الله نشوفوا عاوتاني الاشغال في الوسطات هاد لا ترونش هادي ونجي نسول على لا ترونش واش بديتو فيها البيع طلع لهم عاوتاني ان شاء الله. صافي اخويا يوسف. الناس يجيو من جهتك بزاف وكيشكروك الناس بزاف. ياك اخويا يوسف. واي واحد جا من جهتك مرحبا بها. الله يحفظك اخويا يوسف. يلاه تبارك الله عليكم. نتلاقاو ان شاء الله فيديو جديد.